مرحبا بحضراتكم مرة تانية في فقرتنا دي. هنتكلم على التغذية السليمة لأطفالنا ولكل الطلبة خلال فترة الدراسة، وهنتكلم كمان على تفاصيل ليها علاقة بالمواد نفسها اللي نستخدمها مع الأكل. هل البلاستيك ممكن يتفاعل مع الأكل مثلا السخن أو حتى مع المية؟ ممكن أحط لطفلي المية في الأزاز البلاستيك العادية ولا ده خطر كمان على صحته؟ نفهم كل التفاصيل من خلال حوارنا مع ضيفتنا اللي بتنضم لينا عبر تطبيق زوم. خلينا نرحب بدكتور نهل عبد الوهاب، استشاري بكتيريا ومناعه وتغذيه. برحب بحضرتك يا دكتور. اهلا يا فندم، وناس تعجب عليا جدا، كلكم احسن من بعض، كل سنه طيبين وكل سنه ومصر طيبه واولادنا طيبين ان شاء الله بتحاول. كل سنة حضرتك طيبة، وأهو بنستقبل عام دراسي جديد يا دكتور، وعايزين بقى نوعي كده في بداية العام الدراسي بإزاي الطفل يكون بيتمتع بصحة كويسة علشان يكون بيأدي أحسن حاجة مع المذاكرة والضغط اللي بيكون يعني متعايش معاه بشكل يومي. بداية يا دكتور عايزين نعرف إيه هي التغذية الصحية، بمعنى إيه نقول إن الطفل ده بيأكل أكل صحي، يعني إيه تغذية صحية؟ احنا هنبتدي مع بعض نقول في كتير لدينا، نقول الميه والكبرى والورد والعسل. فهنقول الميه طبعا مهم جدا، ميه كوبايه ميه كل ساعه، لكن البلاستيك معاه. لو حضرتك تفضلت احنا في الانترنت بتاعك ممكن نحط ازاز بلاستيك، لا انا ما بحبش ازاز البلاستيك. لو نستعمل السلك دي مش مشكله، لو نستعمل الايه الجاز والشرف بعدها تركب إلا لو الإزاز دي هتتعب أو جبنة أو كده، نشوف نتكلم فيه مفيش مشاكل. نهتم دايما بقطع يبقى ليها مبررات، طبعا مش عايزة صابون كتير، مش عايزة مبررات ولا مبالغة فيها، بس معقول كويس. الحجاب عارف حضرتك القطة الصغنطوطة دي اللي بتخش جوه دي كان زمان هي بنعمل فيها الأدايه فكري، بنبقى الأساسيات تفضل فيها دايما. ويا ريت تحاول نغيرها قدر الامكان، يعني لو في فاتوره ان انا اخلي نفسي عن عام واحده نص العام واحده ثانيه يكون افضل، ما يكونش فيها ثنايات ولا تعرضات كتيره ولا اشكال كتيره. يعني احب دايما ان هي بحيث ان احنا ما يبقاش التعرضات دي ممكن تفتح وتحط فيها بكتيريا او تتكون على الثنايات بتاعتها بس. الخضروات السليم هو عباره عن خضروات ثم خضروات ثم خضروات، نلون الطبق بتاعنا يبقى لينا ثلاث، عباره عن ثلاث قصص، ثلاث قصص خضروات وفاكهه، ثلاث قصص خضروات وقصتين من الفاكهه في طول الثمره او ثمرتين لو الفاكهه بتاعتنا. طيب دكتور عايزين نمشي كده مع حضرتك من بدايه اليوم. رياضه نعم يا فندم، عايزين الرياضه بس ساعه في اليوم. دكتور نهل عايزين نبدا مع حضرتك كده من اول اليوم. امهات كتيره جدا بتكون محتاره هل تفطر الطفل قبل ما ينزل المدرسه ولا بنكتفي بس بالساندوتشات اللي هو بياخدها وهو رايح، ممكن بس نديله الصبح كوبايه لبن. حضرتك وضحي لنا بقى، هل المفروض الطالب يفطر؟ ولو هيفطر في البيت يفطر ايه؟ احنا دايما بنقول ان التعرف في ماما بالاولاد تبقى علاقه تفاعليه، يعني هو الولد مش بيشوف بيفطر قوي خلاص، ممكن يكون شويه مكسرات صغيرين ماما تحمصهم بسرعه كده على النار، يكونوا متحمصين من قبل كده على النار من غير زيت ولا سمنه ولا غلي، مفيش مشاكل. او لو عايز ذره ملح صغيره مش مشكله، لو بيحب طعم معين يعني على المكسرات ممكن نحط عليها سنه مثلا زعتر، سنه شطه، مفيش مشكله لو هو بيحب. احنا دايما بنساله بتحب ايه، مش احنا نقوم الصبح نعمل الفطار اللي احنا عايزينه، لا بيحب ايه. ممكن نعمل سلطه تونه، ممكن نعمل كورسو اللي هو عباره عن الكرنب مع الجزر مع ممكن بنعمل عليه وبنغني عليه مع معلقه عسل صغيره، ده برضه فطار كويس. البليل فطار كويس، ممكن كوبايه زبادي عليها حته الزبيب ده فطار كويس، ممكن نستيل ده فطار كويس مفيش مشكله. طيب ده قبل ما ينزل كويس. ممكن الفول قبل ما ينزل من البيت يا دكتور، ده معناها ان الفطار يعني هو خيار ممكن يفطر او لا على حسب هو حابب او لا، مظبوط؟ بالظبط. طيب خلينا نبدا بقى بالمرحله المهمه جدا واللي بتحير امهات كتيره قوي، هي السندوتشات المفروض ياخدها الطفل وهو رايح المدرسه، سواء بقى لانش بوكس كامل ولا سندوتشين كده زي ما احنا كنا متعودين، بس دلوقتي الموضوع اتطور بقى واصل لفكره لانش بوكس بيبقى فيه عناصر كتيره قوي. حضرتك كلمينا على الطفل ياخد ايه معاه في المدرسه. انا عايزه اللانش بوكس، مش الحاجات الطويله العريضه اللي بتتعمل دي، لو علبه ستانلس ستيل ديت بتفرش فيها ورقه
جدا ممتازه جدا جدا. الماما برضو والولد هما اللي اختاروا مع بعض. ممكن نعمل فيها فشار، ممكن نعمل فيها سلطه مثلا، فواكه صغيره كده اهوت. بس ممكن الفواكه لا اللي هي الجافه، عشان بس ما تروح المدرسه يعني المفروض الاكل ما يقعدش بره الثلاجه اكتر من ساعتين. دايما نختار الحاجات اللي ممكن تقعد لغايه ما تروح المدرسه او وقت الامتحان تبقى كويسه. فعندنا ممكن ياخد الفواكه بس مش كتير، يعني الفواكه اللي هي الجافه ديت تكون مثلا اثنين مشمش، اثنين تين، شويه زبيب صغننين، قلنا فشار، قلنا كرمس، قلنا حمص ممتاز جدا جدا، كلها حاجات حلوه. مزايا في ممكن بتستخدم ياخد الفاكهه كامله، او في اختراع كده كنت شفته على قناه من القنوات ان ممكن الام بتقطع الطحينه وتعمل لها حاجه راب حواليها او بلاستيك راب، بحيث ان هي تبقى محافظه على نفسها مقفوله، ولما يفتحها يلاقيها متقطعه لو هو صغير. طيب ده احنا بنتكلم حاجه تقريبا زي سناك، يعني حاجه مش اساسيه، لكن السندوتشات نفسها اللي هو يعني لو هياكلها في الفسحه او في البريك بتاع المدرسه، ايه بقى طبيعه السندوتش اللي ممكن ياخده الطفل؟ وخلينا برضو نكون بندي تنوع في السندوتشات بحيث ان كل واحد على قد امكانياته يكون برضو عنده متوفر اوبشن معين او حاجه ممكن يعملها الطفل. احنا ممكن نعمل سلطه جبنه مثلا، جبنه قريش دي بتتعمل سلطه متتبله بطريقه كويسه في الثلاجه، بحيث انها تتقطع على شرايح التوست مثلا الخبز الكامل لو امكانياتي تسمح، لو الكيس ما تسمحش ممكن العيش البلد العادي بتاعنا ده، لكن انا ما بفضلش العيش يعني عيش بلدي يا توست بالظبط كده. ممكن نعمل سلطه تونه بالبصل والثوم والفلفل الالوان، وعليها الزيتون متقطع كده اهوت، وعليها ليمون كتير قوي بحيث ان نحافظ عليها، مع معلقه مايونيز بسيطه كده بحيث ان هي تبقى محافظ عليها شويه. دي سلطه التونه برده ممتازه جدا. تمام. ممكن نعمل شويه احنا قلنا ايه، ممكن ترمس، ممكن حمص. الحمص على فكره وجبه كامله، يعني لو احنا عملنا سلطه الحمص ديت على انها سلطه كامله، او سلطه العدس دي وجبه كامله على فكره، بتقطع عليها الفلفل الالوان او بتقطع عليها البصل والثوم والليمون والحاجات كده، بتحط عليها خضار بسيط قوي عشان ما يبقاش فيه طعم او ريحه مش حلوه لما هي دي تاكلها، ولما بتحط عليها الليمون كتير، ولو بتحط معاها مثلا بقدونس بتبقى ما لهاش اي ريحه، عشان بس محدش يقول ان احنا بنقول بصل وثوم في المدرسه هي لا، لو اتحط عليها معاها بقدونس مفيش حاجه اسمها ريحه خالص. طب بس يا دكتور حضرتك عارفه الاطفال بيبقوا شايلين الشنطه ازاي وبيبقوا حاطين السندوتشات فين، وممكن ان هم ينسوها او ممكن الشنطه تداس عليها، بتمر يعني بعوامل كتيره قوي، ازاي برضو سندوتش بالمكونات اللي حضرتك بتقولي عليها الام تحافظ عليه ان هو يوصل لايده في الاخر سندوتش سليم يعرف ياكله؟ يعني انت عارفه حضرتك البلاستيك راب ده ممكن يتلف عليه ما يجراش حاجه على السندوتش، حتى يبقى شكله كويس ما فيهاش مشاكل، لو اتلف عليه ورق الزبده كويس، او من بعد الورق الزبده ممكن ورق كوي مفيش مشكله خالص. حاجات كتير قوي ممكن تتعمل، وهي يا ريت تشرف ابنها، هم الاطفال او دلوقتي الجديد ممتاز جدا جدا، ان هو يعني هم الوحيدين بيطلعوا لي افكار، يعني انا اولادي كتير قوي هم اللي بيقولوا لي حاجات كتير انا مش عارفها بعرفها، وانا بقول لهم يعني هم بيقولوا لي حاجات اللي بتعجلهم، وانا بقول لهم الحاجات بتعجلي بيبقى يعني بتزداد افكار بيبقى جميل قوي. طيب ازازه المايه يا دكتور بقى وكلام دلوقتي بقينا بنسمع تفاصيل، زمان كان الزمزميه وفي منها بقى البلاستيك وفي منها بيبقى معمول من حاجات تانية، دلوقتي بقى في الازازه البلاستيك برضو، والجديد بقينا بنسمع ان مش اي نوع بلاستيك ينفع يتحط فيه ميه وان في منهم مضر، حضرتك بقى وضح لنا كده المعضله دي او المشكله هنا، هل ينفع احط في ازازه بلاستيك عادي ولا اديله ميه في ايه؟ والله هقول لحضرتك حاجة، لو هيستخدم ازازة المية دي يوم أو يومين بكتير، الازازة العادية اللي في الجاب دي يوم أو يومين بكتير وخلاص تتجاب. لو هيستخدم زمزمية أنا أفضل زمزمية تفل كتير أكتر، وما يكونش فيها ثنايات أو تعريضات كتير بحيث إن هي ناس متربطة. بتكون إيه مشكلة الإزازة بلاستيك يا دكتور؟ إيه أضرارها؟ يعني فندم انا هو يعني للاسف الشديد، هو طبعا في اللي هو البلاستيك اللي بيتكتب عليه مثلث كده وفايض في النص، ده كويس كامل المحطه مفيش مشكله، بس الفكره مش كل الناس مقتدره انها تجيب ده، مش كل الناس هتقدر تدور وتجيب ده بالذات، فعشان كده احنا بنسهل على الناس ان الستيل المعمر مش هيتكسر منهم، هيتنضف احسن خلاص.
تمام خلاص. هو دلوقتي رجع البيت ووجبه بقى الغدا ممكن، ولسه راجع من المدرسه. في منهم بيبقوا مش قادرين ياكلوا، وفي منهم بيبقوا جعانين جدا، فبرضه بيبقوا مستنيين الوجبه دي. احنا من بدايه اليوم قلنا ممكن الصبح يفطر حاجه صغيره اللي هو حابب في المدرسه، خلاص عرفنا السندوتشات او الحاجات اللي ممكن ياخدها. لما يرجع البيت وجبه الغدا المفروض تكون عامله ازاي؟ لما يرجع البيت تبقى وجبه الغدا بتاعته فيها كميه، يعني طبق سلطه حلو كده متقطع عليه جميع الحاجات اللي هو بيحبها. في بعض الناس بتقطع الاكياس على السلطه، في بعض الناس بتقطع الاكياس على السلطه. لا لو بتحب يعني مش مشكله، هو مش الزام امكانياته يعمل كده، يعمل مش امكانياته مش مشكله. هياخد طبق السلطه العادي بتاعنا، وبعدين بعد كده طبق خضار اللي هو بيحبه مع شويه رز كويسه، مع قطعه ربع فرخه، قطعه لحمه نص كف كبير مشكله، سمك ممتاز جدا جدا عشان ذكاء اولادنا وقوم التسكيك رائع جدا جدا. في عندنا برضه مصر بيعملوا الكشري وجبه كامله، ممكن لو مفيش الكلام ده ممكن يتعمل الكشري وجبه كامله مفيش اي مشكله. طب لو هو مش بيحب ياكل خضار يا دكتور، الام تعمل ايه في الحاله دي؟ والحاله دي بتكون منتشره يعني، ولا رافض او هو رافض ياكل الخضار ورافض ياكل السلطه، تعمل معاه ايه؟ لو بيحب الشوربه ممكن نعمل الشوربات المختلفه، اظن في برامج طبخ كتير قوي قوي تعمل الشوربه بحيث ان هي يبقى موجود فيها الخضار من غير ما هو ياكل ذلك. يعني لو بتعمل الشوربه بتقطع عليها اللي هو بتقش عليه بشر الجزر. الجزر على فكره ممكن نوع خضار يبقى فيه فيتامينات كامله، مش اي مشاكل. يعني انا لو بعمل لابني تحاليل كل 6 شهور وهو ما عندوش اي عنصر ناقص، مفيش اي مشكله ان انا كل شويه لو يطلب حاجه شكل. هو بيحب ايه يعني؟ تاخد ماما تحاول كل فتره كده تاخده معاها السوبر ماركت او المكان اللي بتشتري منه وتخليه ياكل هو الحاجات بتاعتها. طب تحب تحط دي، طب نشيل دي، طب ايه رايك نغير طعم دي النهارده، طب نعمل دي كذا. وهو يعني العلاقه التفاعليه دي بتبقى احلى بكتير. طيب بعد الاكل بيبقى في الاغلب نستعد للمذاكره، وفي منهم بعد الاكل بيحس كده بحاله من الخمول ومش قادر خلاص يذاكر وعايز ينام، فهل الاكل بيكون مرتبط بحاله الطفل بعد الاكل؟ يعني طبيعه الاكل نفسها ممكن تسبب له خمول او تخليه نشط وقادر يكمل اليوم؟ طبعا هو الاكل حضرتك الاكل اللي هو يعني الاكل اللي فيه سكر كتير قوي، المجهودات التحليه الغذائيه للاسف الشديد في بعض الامهات بتخلي الولد بدل ما يشرب ميه يشرب مياه غازيه جنب الاكل. طبعا لا طبعا، وبعد كده يبتدي السكر يرتفع جدا، الطفل ممكن يبقى شقي جدا، بعد شويه يبقى عايز ينام. هي اللي هتعاني على فكره، هي هتعاني مرتين، هتعاني انها تشتري اطعمه سريعه في التحضير غاليه مبالغ، وهتعاني المره الثانيه لما الولد يبقى هايبر اكتف، وهتعاني في المره الثالثه لما يكبر ويبقى عنده ترسبات دهنيه عشريه. بالتالي لازم نحاول نلتزم بفكرة الخضار والأكل الصحي عشان ده كمان بيأثر على نشاطه على مدار اليوم. طيب هل في وقت للفاكهة يعني يأكل فاكهة وهو بيذاكر مثلا، ولا نستنى عليها ممكن تبقى مع وجبة العشاء؟ مكان الفاكهة فين في اليوم؟ هو لو هياكلها ممكن ياكلها قبل الأكل بساعة لو عايز تاكلها قبل الأكل، أو بعد الأكل بتاعته. طيب وبيتعشى يا دكتور ولا بنخلي الطفل ينام خفيف؟ لا طبعا لازم يتعشى، لا طبعا لازم يتعشى، لازم يتعشى. في حاجات كبيرة على فكره، انا كمان من ضمن الحاجات اللي انا شفت اللي مش بتجوز البطاطا ممتازه جدا، بطاطا حلوه بتاعتنا دي جميله 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 جميله، بتبقى اشكال كتير قوي قوي. طيب وجبه العشاء بقى هتكون عباره عن ايه؟ عشا بطاطا، ممكن يتعشى فول سلطه فول، ممكن يتعشى سلطه تونه، ممكن يتعشى سلطه جبنه قريش. كل الحاجات دي ممتازه جدا طبعا بعناصر رغيف بلدي او شرقين طفل لو هو هيحب الفول. على مدار اليوم يا دكتور المفروض الطفل يكون شرب كام كوبايه ميه؟ لا هو مش بالكام، هو طبعا احنا بنقول كل ساعه كوبايه ميه. وبرضه الطفل لو ان هو يعني احنا طبعا دايما دايما بنقول لازم تحاليله فحوصات كل 6 شهور. احنا مثلا الطفل لو في مثلا بيعرق كتير، هي عارفه ماما انه بيعرق كتير، لا طبعا تعوضه بالميه. عارفه بيدخل الحمام، ده نيجي على الشتاء دلوقتي جاي لنا الشتاء يدخل الحمام كتير، يتعوض بالميه.
طيب عايزين كده يا دكتور لستة برضو للمحظورات او الاكلات اللي ما ينفعش خالص الطفل ياكلها واللي بتضر بصحته وبتضر بنشاطه، لو حضرتك كده تدينا مجموعه من الاشياء المفروض ان احنا نكون منعينها تماما. هو يعني المقرمشات بانواعها، يعني هم انا حاسه ان هم الناس بدات شويه تبتدي تحاول تعمل حاجات بمواصفات كويسه للدفع، وانا سعيده جدا يحصل الكلام ده ان هم بداوا برضو يعني يسمعوا ويبتدوا يعملوا للاولاد حاجات ثانيه كويسه. انا مش عايزه مقرمشات، مش عايزه وجبات مقليه سريعه تكون مقليه من بره. هو على فكره لو بعد شويه عن الوجبات المقليه دي هيبقى هو نفسه بعد شويه بيتضايق من ريحه الوجبات، هيتضايق من يعني عارفه يعني هو لما هيبتدي يتعود على الحاجه الكويسه هيكره الحاجه الوحشه بطبيعه الحال. طيب ختاما بقى يا دكتور، نصيحه بصفه عامه لكل اولياء الامور اللي خلاص بيستعدوا دلوقتي لفصل دراسي جديد، حضرتك تقولي لهم ايه بصفه عامه سواء ليها علاقه بالتغذيه او نصيحه بعيدا عن التغذيه؟ اقول لهم حبوا ولادكم وخلي ولادكم يحبوكم، ده اكيد طبعا علشان اللي قدامهم يعني، وهيحبوهم ازاي؟ هيظهر لهم صوره الحب ده مش في صوره مكافآت بوجبات سريعه او عشان ياخدوهم ياكلوا ولكن في مطاعم مش كويسه، ممكن ياخدهم في مطاعم صحيه، ممكن ياخدهم في النادي يلعبوا العاب كويسه، ويكون المكافآت مكافآت احسن ليهم. بشكر حضرتك على كل النصايح وكل المعلومات، ونتمنى صحة كويسة لكل أولادنا. بشكرك شكرا جزيلا دكتور نهلة عبد الوهاب، استشاري بكتيريا ومناعة وتغذية، شرفتينا يا دكتور. مشاهدينا لسه كلامنا عن الاستعداد للعام الدراسي الجديد مستمر، بعد الفاصل هنتكلم بقى على دور وزارة التربية والتعليم، وهل في تغييرات حصلت ليها علاقة بالمناهج، ليها علاقة بطبيعة التعامل مع الطالب في المدرسة. كل التفاصيل هتكون مع حضراتكم بعد الفاصل، استنونا.